الدكتورة، أنا عندي 25 سنة، متجوزة من 10 سنين، ومعايا 3 بنات. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يخليك يا دكتورة. أنا دلوقتي مشكلتي إن هو مثلا جوزي لما يحصل أي خلاف مع الأولاد أو معايا وكده، يجيب الحاجة يرجع يعايرنا بيها أو ياخدها مننا. يعني مثلا لو جاب لي سيير، جاب لي طرحة، جاب لي سيدان، جاب لي الأولاد لعبة، جاب لهم موبايل. اول ما تحصل خلاف بيني وبيني هات الحاجه. طب اجيب الحاجه ازاي؟ يعني انت هتاخد الطرحه توديها لمراتك الثانيه مثلا، او هتاخد الموبايل من ابن او بنتك عشان تديه لابن اخوك؟ تمام. فالموضوع ده تعب الاولاد نفسيا، يعني يقولوا لي يا ماما احنا مش عاوزين هو حاجه من بابا بياخدهم وماما. بيشيلهم لحد فتره عقاب يعني، وبعد كده يديه لهم تاني ولا ايه؟ ياخد الحاجه لفتره عقاب، سواء العيل غلط او هو، يعني حتى لو العيل ما عملش التصرف غلط بيحس بيعاقبني انا، عشان العيل ما يقعدش. طبعا البنت، طبعا انت عارفه بنت البنات وكده دول 3، يحرمهم من اللعب بحيث يحرقوا دمي انا، يعني مش العقاب. فالاولاد الموضوع ده مضايقهم، فما بيبقوش يعني يجيبوا منه حاجه، او خايفين يجيبوا حاجه يرجع ياخدها منهم تاني. حتى نفسيه البنات تعبانه، مش عايزين طيب. هم من حاجه من بابا، لا ما تخليش بابا يجيب لنا حاجه تاني. انا نفسي بتاخد من الحاجه ومش عايزه حاجه، لان عايزه اخدها مني تاني. استني هل ده تصرف يا بالضبط ولا مرقي، غلط؟ دلوقتي الحاجة بياخدهم بيعاقبهم مثلا بيها ساعة ساعتين يوم يومين مثلا ويعطيها لهم تاني لو هو تم لا، هو ممكن بيعاقبهم بينا، يعني هو لو عمل مشكلة معاه ياخد الحاجة من الأولاد عشان يجيبني أنا. يعني هما ما عملوش حاجة. وممكن برضه يكون عاملين حاجة وياخدهم بقى عقاب، بس أغلب الوقت بياخد الحاجة بالعنف فيه أنا. طب وانتي بتعملي فيه ايه عشان توصلي لي كده؟ انتي بتعملي فيه ايه؟ يعني الخلافات الزوجية العادية، يعني مشاكل كده، طب هات عشان يدن عليك وجعوا دماغك، هاخد منهم الموبايل، هاخد منهم اللابتوب، هاخد منهم العروسة. فهم طبعا عشان يستفزوا مطربهم ويحرق دم انا المهم. وممكن برضه يكون عاملين مشاكل مع بعض، ياخد منهم اللعب بتاعتهم عقاب ليهم. بس هي المشكله يا دكتور ان هو مش بياخد الحاجه يعاقبني بالعقاب، يقول لهم لا عشان انا بجيب لكم، عشان انتوا بتاخدوا الحاجه دي انا بسد جميلها. طب اسمعين اسمعين يا مرقي، اسمعين. اولا حاضر اسمعين. يعني اولا خلينا ابتدي لك بالايه: لا تبطلوا صداقاتكم بالمن والاذى الا اذا لو كان امر خاص بالتربيه. واحنا متفقين اتفاقات، انا كاتبه كده اتفاقات مع اولادي مع بناتي ومع زوجي، ان مثلا مده اللعب كذا، فاللي هتزود مثلا عن المده ومش هتلتزم باللي احنا قلناه مثلا، يبقى اليوم الثاني هننقص الربع ساعه اللي هي زودت، او مثلا في اليوم اللي كذا هنعمل كذا، او في اليوم كذا، حاجه من الاتفاقات. واتفقنا ان مفيش الفاظ فتم في الفاظ وشتايم، فلا، فانا هعاقب مثلا بسحب الموبايل او قفل الراوتر مثلا ساعه من الساعه كذا للساعه كذا. لو في اتفاقات وامور خاصه بالسلوكيات تم يعني تعدي عليها او تم انتقاصها والكلام ده، لا يبقى خلاص خير الله المستعان، احنا ايه، احنا توكلنا على الله وعملنا ايه، وعملنا سحبنا الامر منهم. لكن ما اقولش انا بجيب لكم وانا كذا وانتوا خساره فيكم، لا ما اقولش كده، ما اقولش كده، لان ده بيسيب اثر سيء. ليه؟ الاولاد مش هيفتكروا سبب الغلط اللي هم عملوه خالص، هم فاكرين فقط الكلام السيء والمن اللي جه عليهم، احنا مش عايزين، ما تجيبولناش حاجه ادام بتذلونا بيها كده. لكن لو كان في امر اتفاق ماشي في التربيه، لكن ما تبعوش بكلام سلبي او كلام سيء يهدر الكرامه. ده جزء. الجزء بقى اللي هو زوجي عايز يعاقبني، انا بعاقبك على ايه؟ انت عملتي ايه؟ انا سالتك انت عملتي ايه اللي انت عملتيه مرقاه عشان يعاقبك عليه؟ وما عاقب يسحب منك تيير وبعدين تمام انت صبحه نازله يعني، وبعدين هو اللي بيجيب حاجه يقوم جاي يردمها بتراب؟ لا مش كده يعني. يعني اعتقد ان في وسائل تانية ممكن مثلا يعبر فيها الزوج. انا مش ما يقول يعني، هو انا عايز اعرف لما بتحصل مشكله، طب ما الزوج يقول والله انت غلطتي في الامر الفلاني، وانت الامر الفلاني كان فيه كذا، وانا ما بحبش كذا وخلاص. او يا سيدي ماسك خلاص مش هكلمك من الظهر العصر، احنا قلنا على الاقل فرق صلاتين، ما تزودوش عن كده. ده لو في حوار وطريقه سويه للكلام. طب ما فيش الكلام ده اعمل امبارح بالمناسبه حابة اعلق لكم على كان فيديو من الفيديوهات، واحده بتقول هو انت فاكره الحلول اللي انت بتعطيها دي خلاص الرجاله بعيده عن ربنا ولازم يرجعوا للقران، ولو ما فيش تمام، بس لازم ناخد بالاسباب. تمام نقول قران وسنه يا حبذا، يوم الهنا ويوم المنى، اما الزوجه ملتزمه بكتاب وسنه والزوج ملتزم بكتاب وسنه، مش هنلاقي شياطين انس وجن داخلين ولا مشاكل.
لكن لازم ناخد بالاسباب. احنا امه السببيه، ام قائمه على الاخذ بالاسباب، وبناخد الله سبحانه وتعالى قادر يحلها باقل حاجه، لا بيا ولا بيكي ولا بكلامي ولا باستشاره ولا بالاجابه ولا من عنده سبحانه. لكن احنا مأمورين ناخد بالاسباب، مأمورين نتداوى، التداوى الجسدي والتداوى الروحي، تداوى الروح دوت هو اهم شيء، ازاي نتعامل مع بعض. فادعو الله سبحانه وتعالى يا ام رقي انك تقعدي معاه وتفهميه وتقول له في وسائل تانية، والامر ده بيداخل ما تعاقبش اولادي بيا، يعني ده حاجه صعبه جدا، وقولوا ده هياثر عليهم نفسيتهم، احنا انت في خلاف بيني وما بينك، تعالى اتكلم مباشره ونقول لي كذا وكذا وكذا وخلاص هنشوف احنا هنعمل مع بعض ايه. لكن ما تدخلوش يا جماعه الاولاد في النص، هم ذنبهم ايه ونفسيتهم بتتدمر، احنا مش عايزين كده. يا ريت هو يسمع المقطع ده وينفذه، وادعي ربنا بنتي سبحانه وتعالى، كلميه مره واثنين وثلاثه، الناس تقول يعني هيتغير، يا ست الله سبحانه وتعالى قادر. وهتقولي انت هتقولي يعني وهتفتكري كلامك على ما هيسمعه هيتغير، وهي لما هتقوله هيحصل ايه، وهي هترضى تقول، يا ستي الله سبحانك يا ربي، ما تاخدي بالاسباب وتقولي وتدعي ربنا سبحانه وتعالى، ومعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدره. يعني انتوا يأسين لدرجه الياس القاتل ده؟ لا طبعا، الامل في الله وحده، الله سبحانه وتعالى بيديه القلوب يقلبها كيف يشاء، تقليب الله عز وجل وتثبيت الله للقلوب ويغيرها من حال لحال معاه سبحانه الملك المليك. فين انا بقى صدق يقيني فيه؟ فين صدق اعتقادي في الله سبحانه وتعالى؟ ناخد بالاسباب ونقول مره واثنين وثلاثه، وننصح مره واثنين وثلاثه، والله التزم وعمل خلاص كذا الله خيرا، ما عملش مين يحاسب؟ هو طبعا عليا ربنا حاسبني، قلتي نصحتي اديتي كذا، اديتي حلول، هديتي اللعب مع زوجك شويه والدنيا ما بقتيش نكديه وعامله مش عارفه ايه وتستفز فيه وكذا وكذا، لا يا خلاص انت عارفه ان هو بيعاند في الامر الفلاني، اصبري لما يهدى، ليكي نصحه وما يهدى بعدين بيكلميه. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بصلاح الحال، اللهم امين.